اتكلم على جزئيه اخرى، لان بصراحه كالعاده المشاكل مستمره بخصوص التحكيم في مصر. ويعني كنا الواحد متخيل ان موجود كلاتنبرج فهيحصل تطوير حتى لو نسبي، حصل تطوير بشكل او باخر، لكن لسه في حاجات غريبه جدا بتحصل. يعني هديكم مثل، او مثل الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي، وهي او الخطا بتاع الكابتن محمد معروف في مباراه الزمالك وسيراميكا بالامس، والانذار الثاني اللي كان المفروض ياخده زكريا الوردي عشان يطرد في الدقيقه 43، واللي اكيد كان هيفرق بشكل كبير جدا مع فرقه سيراميكا، الفرقه القويه اللي عندهم امكانيات مميزه. فبالتالي في استغراب كبير قوي من عدم اخراج الكابتن محمد معروف للبطاقه الصفراء بخلاف بعض الحالات الاخرى في بطوله الدوري، رغم ان في برضه عشان نبقى منصفين يعني في تطور نسبي. يعني مثلا حته الاحتكاكات، ان مش كل احتكاك فاول وكلام من ده، بصراحه بقت ملحوظه وبقت حاجه ايجابيه جدا وسرعت رتم اللعب وخلتنا نشوف كره اكتر في المباريات يعني. لكن لسه في بعض السلبيات، وانا بشوف من وجهه نظري ان السلبيات بتتعلق بالتحكيم، بالحكام نفسهم، بالحكام نفسهم مش بالتحكيم، لان شايف ان الحكام نفسهم ما عندهمش الرغبه الحقيقيه انهم يتطوروا، دايما لسه الحسابات موجوده. خلي بالك الحسابات لسه موجوده. وبصراحه يعني في امور سلبيه ابرزها طبعا اللقطه بتاعه محمد معروف بالامس في مباراه الزمالك والسيراميكا. طب خلينا نقرب للصوره بشكل اكبر وناخد مداخله مع واحد من خبراء التحكيم والمحاضر التحكيمي والحكم الدولي السابق الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، عشان نتكلم معاه في التفاصيل وتقييمه الاول جولتين لحد دلوقتي في بطوله الدوري، ورايه كمان في خطا محمد معروف بالامس، ورايه في اداء الحكام بشكل عام وفي كلاتنبرج كمان. يا كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله تمام الحمد لله، منورنا ومشرفنا. خليني اسالك في كام جزئيه وهدخل معاك كده سخن على طول، وهبتدي بالحاله بتاعه مباراه الزمالك وسيراميكا بالامس والانذار اللي يعني ما خدهوش، الانذار الثاني لزكريا الوردي. رايك ايه في الحاله دي؟ انا عارف ناس كتير جدا اتكلمت فيها وناس كتير جدا قالت ان هي فاول بانذار كارت اصفر ثاني في طرد، لكن برضو يمكن نسمع راي مختلف لعل وعسى. فانت رايك ايه يا كابتن محمد في اللقطه دي؟ طيب بص، احنا نبدا في الجزئيه دي من بدايتها. تمام. الانذار الاول كان اللي ادى القرار كامل كان الحكم المساعد الثاني مصطفى حسين، عشان برضه تبقى الامور واضحه. هو اللي اداله الفاول وهو اللي اداله الانذار، فالانذار كان محمد معروف كان بعيد ومش هو صاحب القرار في الانذار. فلما بس كان انذار اولاني صحيح، ها؟ كان صحيح طبعا 100%، وكان قرار جيد جدا من المساعد الثاني مصطفى حسين. تمام. بعديها بحوالي 4 دقائق حصلت المخالفة بتهور زي ما كل الناس شافت، كان محمد معروف على بعد حوالي 5 ياردة من المخالفة. يعني قريب جدا. كان الصورة واضحة. يعني. طبعا. كان محمد قريب جدا من اللعبة واحتسب المخالفة بالفعل، وبعدين لقيناه بيحط ايده في جيبه. ايوه. هيطلع الانذار. فاتفاجئ ان هو نفس اللاعب اللي مديله الانذار من 3 دقائق او 4 دقائق. فايده رجعت تاني. المشهد ده كلنا شفناه، احنا ما بنقولش طبعا. يعني ما بنقولش حاجه غريبه. تمام. لكن هنا طبعا هقف عند تصرف معروف. طبعا هو يسال عنه، او انت ليه تراجع في الانذار؟ المخالفه واضحه بتستحق الانذار سواء في رايك انت يا كابتن محمد، وانت حكم كبير يعني، لكن عايز اسال يعني ايه اللي يخلي كابتن محمد معروف في حاله زي دي، وانت زي ما بتقول كده يا كابتن ان هو قريب حوالي 5 ياردة من الكوره او من الحاله نفسها، ويفكر ان هو خلاص هيطلع البطاقه الصفراء الثانيه عشان اللاعب يطرد، وفي نفس الوقت يرجع في كلامه؟ ايه اللي ممكن، او ايه الدافع، او ايه المبرر اللي يخليه يغير رايه من وجهه نظرك؟ عارف، لو كان محمد معروف احتسب المخالفه من غير ما يعمل الحركه اللي كلنا شفناها دي ويحط ايده في جيبه، كنا هنقول ان تقديره مش انذار. تمام. هنقول ان يعني هو شايف ان في مخالفه ولا تستحق الانذار. لكن كون ان هو يحط ايده في جيبه فهو شايف ان هنا في مخالفه وتستحق الانذار. يكون ان هو يتراجع في القرار ده. ده امر يسال عنه هو، ويسال عنه لجنه الحكام كمان. تمام. انتوا ايه التعليمات اللي انتوا اديتوها للحكام؟ وهقف عند لجنه الحكام دي عشان دي حاجه مهمه، احنا اصلا ما عندناش لجنه حكام، خلي بالك لحد دلوقتي. انا عارف. طب انا عايز اجي لحته لجنه الحكام، بس نقفل الحاله الاول بتاعه زكريا الوردي. هي حاله اكيد محتاجه انذار تاني في طرد، ومش لاقيين اي سبب او اي مبرر اللي يخلي الكابتن محمد معروف يحط ايده في جيبه وبعد كده ما يطلعش الانذار. ما فيش اي سبب منطقي من وجهه نظرك، صح؟ لا، خلي بالك في حالات في التحكيم
بنختلف احيانا، بتبقى حالات تقديريه، لكن دي حاله ما فيهاش خلاف محسوم يعني، محسوم. محسومه، واعتقد كل الناس حسمتها مش انا لوحدي يعني. طيب هل في حالات يعني اخرى في نفس المباراه ممكن يكون ليك وجهه نظر فيها لا، قبل ما اروح للاهلي؟ انا كان ليا تعقيب بس على بعض المشاهد في المباراه دي تحديدا. بعد الغاء الهدف الاول لسيراميكا، احنا شفنا اعتراضات على الحكم المساعد الاول رجب محمد، والاعتراضات دي لا شفنا اي يعني قرار من محمد معروف او من المساعد ان في انذار، والاعتراضات استمرت حتى بعد الشوط الاول وما شفناش اي انذار، رغم ان عقوبه المسابقات اعلنت وقالت ان في حاله الاعتراض هتعمل كذا كذا كذا، والامور واضحه. انا مش شايف برضو هنا، لازم اقف عشان نتكلم على الجانبين. انت النهارده الناس بتعترض عليك بشكل فج وانت ما بتاخدش قرار، دي برضو امر يسال عنه، سواء رجب محمد المساعد الاول او محمد معروف حكم القرار. لكن الحالة نفسها قرار صحيح ان الهدف اتلغى. القرار صحيح، قرار صحيح. والهدف برضو الثاني اللي اتلغى، اللي كان في الشوط الثاني بتاع مصطفى حسين، برضو كان القرار صحيح بإلغاء الهدف، رغم تمام والاثنين العاب صعبة على فكرة. تمام طيب بشكل عام، بشكل عام تقييمك للأداء التحكيمي في بطولة الدوري في أول جولتين لحد دلوقتي، لحد المباريات اللي اتلعبت، رأيك إيه؟ وبالتحديد مثلا عايز أتكلم كمان عن مباراة الأهلي وأسوان امبارح. احنا الجولة الأولى على فكرة كان فيها مشاكل كتير، والجولة الثانية اهو النهاردة يمكن لسه مباراة الإسماعيلي والمحلة لسه خلصانة، فيها كمية مشاكل تحكيمية لا تعد ولا تحصى. تتكلم في 3 4 أهداف ملغيين، وركلتين جزاء ما بتحسبوش، واحدة للمحلة واحدة للإسماعيلي، وعندك في الجولة الأولى في مشاكل كتيرة جدا. وكلاتنبرج لما خرج بالفيديو اللي احنا كلنا شفناه، لقيناه بيقول مفيش اخطاء والدنيا، رغم ان هو في حالات ما جابهاش، ما اعلنهاش. النهارده عشان تطلع وتعرض الكلام ده، لا، لازم تجيب كل حاجه عندك، ولازم تكون مقنع للراي العام. طبعا هو ما اقنعش الراي العام اعتقد يعني، ويمكن ده كلام الناس كلها برضه، مش كلامي لوحدي. تمام. فانت النهارده عندك في مشاكل في الجوله الاولى، في مشاكل في الجوله الثانيه اهي بدانا فيها، وان كان ليها اسباب على فكره، مفيش مشاكل من غير اسباب. ايه هي الاسباب طيب؟ الاسباب هقول لك، احنا عندنا مشاكل بادئه من بدري قوي، من قبل الدوري ما يبدا. تمام. واتحاد الكوره ما خدش فيها قرار. ازاي؟ زي انت نفس الناس اللي موجوده كانت قبل كده، هم مستمرين، اوكي ما عنديش مشكله يستمروا بالتوفيق ليهم، ولكن لما يحصل مشاكل قبل الدوري ما يبدا، بدايه من الكشف الطبي. احنا شفنا كلنا المشاكل. طبعا طبعا، كارثه اللي شفناها. شفنا الترشح للقائمه الدوليه كان في مشاكل، القائمه الدوليه نفسها الفيفا تدخل وفيها مشاكل. عندك المعسكر بتاع الاعداد للدوري بتاع الحكام كان في مشاكل. النهارده عامل معسكر في 100 حكم والحكام ما نزلتش الملعب. انا عايز اقول لك يومهم كان بيخلص الساعه 3 او الساعه 5، وكلاتنبرج بيغادر الفندق ويمشي، وبقيت اليوم فاضي. الحكام ما نزلتش الملعب في الاربع ايام في معسكر الاعداد. عندك مثلا يعني امبارح كان في عاملين معسكر مسمينه معسكر اليوم الواحد، هي مسميات جايبين المقيمين اللي هم هيقيموا الحكام ويحضروهم بعد الدوري ما بدا. يعني المفروض الكلام ده يحصل قبل الدوري، اصلا ما حصلش، حصل بعد ما الدوري بدا. ده حصل امبارح، امبارح في اتحاد الكوره. مين المسؤول عن كده؟ بقول لك يا كابتن محمد، مين المسؤول عن كده؟ يعني اديني رد صريح. هل المسؤول عن كده اتحاد الكوره؟ هل المسؤول عن كده لجنه الحكام اللي هي مش موجوده زي ما انت قلت؟ هل المسؤول عن كده كلاتنبرج، ولا مين المسؤول، ولا الاعضاء اللي كانوا موجودين قبل كده مثلا في لجنه الحكام، ولا الوضع ماشي ازاي في اللخبطه دي؟ احنا عندنا دلوقتي مسمى وظيفي في داخل لجنه الحكام اسمه مدير لجنه الحكام. اتحاد الكوره مدي الكابتن احمد ابو العلاء مدير لجنه الحكام، مدي له الصلاحيات في الامور دي. تمام. حتى الناس اللي هو اختارهم امبارح هو اللي مختارهم، اتحاد الكوره ما يعرفش عنهم حاجه، كلاتنبرج ما يعرفش عنهم حاجه. يعني مش عايز اقول لك بناء على ايه تم الاختيار، يعني الاختيار بيتم على يعني ده صاحبي وده تبعنا وده مش والله. تبعنا. يعني الامور لا، الامور ماشيه مش بمعيار، ما عندكش معيار. وبعدين لازم نحط في الاعتبار ان كلاتنبرج مش متواجد فعلا، هو بيتواجد 3 أو 4 أيام ويمشي. ما هو هنا ده بقى اللي هيخلينا نسأل سؤال واضح جدا برضه، عشان احنا مش عارفين بالظبط المسمى الوظيفي كلاتنبرج ايه. هل هو رئيس لجنة الحكام، ولا المشرف على لجنة الحكام، ولا المسؤول والمنوط بتطوير منظومة التحكيم في مصر؟ ما
ما هو لو هو مش رئيس لجنه الحكام فما نقدرش نساله انت موجود ولا مش موجود، وان في لجنه برئيس باعضاء هم اللي بيعينوا هم اللي بيختاروا الحكام لاداره مختلف المباريات، ولا هو فعلا هو رئيس لجنه الحكام؟ لان انت لو تفتكر يا كابتن محمد قبل كده كان اتحاد الكوره اعلن في مره ان هو رئيس لجنه الحكام، واعلن في مره ان هو المشرف على لجنه الحكام وكلام من ده، او المسؤول عن تطوير التحكيم في مصر. فاحنا مش عارفين المسمى الوظيفي بالنسبه له ايه برضه. هو اول ما جه كاتنبرج في المؤتمر الصحفي اللي اعلنوا عنه قالوا ان هو مدير التطوير للتحكيم المصري، بعد كده تم الاعلان على انه رئيس لجنه حكام، حتى بينزل الفيديو على صفحه الاتحاد الرسميه كاتنبرج رئيس لجنه الحكام. انا بمشي مع المعلن الرسمي في صفحه الاتحاد، هو المسمى بتاعه رئيس لجنه الحكام. رئيس لجنه الحكام مين هم بقى؟ لجنه الحكام احنا مش عارفين مين هم لجنه الحكام. هي دي المشكله، هي دي المشكله. طبعا. طب انت يا كابتن محمد معلش من غير ما اقطع كلامك، هل انت مش ملاحظ اي تطور نسبي في اداء الحكام هذا الموسم، ولا الدنيا زي ما هي؟ لا الدنيا زي ما هي، زي ما يعني هي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا سردت لك المشاكل تحت عناوين، لكن التفاصيل صادمه. صادمه لا صادمه مش كتير، صادمه. يعني طبعا عشان وقت البرنامج ووقت المتحدث. الحل فين طيب سريعا؟ الحل اتحاد الكوره لازم يعلن تشكيل لجنه حكام، وعشان نعرف المسؤوليه عند مين. انت النهارده الدنيا زي ما انت شايف كده كلها مشاكل، مش عارفين المسؤوليه عن. وعلى فكره الكل بيتنصل من المسؤوليه، دي حقيقة. يعني تكلم اي حد من اللي موجودين يقول لك كلاتنبرج اللي قال. طب هو فين كلاتنبرج؟ مسافر مش موجود. طب وتيجي تتكلم مع اللي تعرف ان الناس بتتكلم مع كلاتنبرج يقول لهم انا ما اعرفش الحكام. انا عايز اقول لك ان هو ما يعرفش الحكام فعلا. ما هو واضح ان هو سايب حته التعيينات مثلا زي الكابتن احمد ابو العيله زي ما انت قلت يا كابتن، بالظبط، وافراد اخرين ممكن خلال الفتره الجايه كمان، اعتقد ان هم اللي هيبقوا مسؤولين على التعيينات، وتم تجنيب الكابتن احمد ابو العيله. مظبوط بالظبط. لكن السؤال هنا لاتحاد الكوره، هل ده تشكيل او هيكل تنظيمي يليق بمسابقه الدوري المصري اللي هو اصلا هيكل تنظيمي مش موجود، وما عندناش لجنه حكام؟ احنا اول مره في تاريخ التحكيم المصري الدوري يبدا وما عندناش لجنه حكام. دي مشكله. طبيعي ان الامور دي تحصل، لان ما فيش حد هيحاسب حد. أكيد. كابتن محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم الدولي السابق والمحضر التحكيمي كان معانا في مداخلة هاتفية مهمة جدا نتكلم فيها عن تقييمه لأداء الحكام في أول جولتين، وتعليقه كمان عن بعض الحالات اللي مش محتاجة أصلا تعليق ومش محتاجة جدل أساسا، وحالات محسومة، بس للأسف المستوى لسه زي ما هو. أنا بختلف بس معاه في حتة إن أنا شايف إن في تطور نسبي لكن مش ملحوظ طبعا، وانا بشوف ان المسؤوليه كامله كمان على التطور هو رغبه الحكام انفسهم في تطوير ادائهم. بشوف ان هم ما عندهمش الرغبه الحقيقيه ولسه ماشيين بالحسابات والالوان بتاعه الفرق وكلام من ده، ودي ازمه كبيره جدا ما اعرفش هنخلص منها امتى.